تحول للايف. Okay, I think we just started. We will wait a few minutes back to let people in. People are joining the webinar. احنا we are live on Zoom and as well on our pages on Facebook لل اي حد متابعنا على Facebook pages as well. على طول احنا ممكن نبدا, مش عايزين ناخركم النهارده واحنا very excited عشان نسمع بقى ايه اللي هيحصل النهارده. الموضوع كبير قوي معانا, يعني 5 speakers actually 6 بس عشان خاطر مسيبه بالظبط 2 in 1. فعندنا النهارده 6 amazing speakers هيبقوا معانا. قبل ما ابدا احب بس اقول لكم حاجه بسيطه للاودينس اللي موجودين معانا. احنا ساعات بيبقى اللانجوج اوف ذا هول ويبينار ساعات بقى انجلش خالص وساعات بقى عربي حسب احنا بيجي لنا الاودينس قوي او مركزين في انهي بلاد. فالنهارده يمكن الاكثر يعني الاكثريه جايين من دول عربيه, فاحنا هنحاول نبقى as much as possible كلامنا عربي عشان كل الناس طبعا تكون متابعينا. لو في انجلش اكسبريشنز بسيطه في النص اكيد مفيش مشكله, بس احنا هنتكلم عربي كلنا. فالاول برحب بكل الناس اللي موجوده معانا النهارده في سكولير ويبينار سيريز. بجد النهارده موضوع مختلف خالص, فانا يعني ام سو اكسايتد واكيد باين في طريقتي والناس عارفه الباشن وانا بتكلم على اي حاجه رايحه ناحيه اور يوزرز. ف بيزيكلي خليني اقول لكم كده احنا ليه فكرنا في الفكره دي. بدل الستايل اللي احنا كنا يعني متعودين عليه, بدل ان احنا نيجي انا ومستر وائل فور اكزامبل او اور هول تيم ونتكلم عن سكولارا او نتكلم عن فيتشرز او نتكلم حتى عن هاو تو امبروف ليرنينج اوتكمز, هاو تو امبروف فور اكزامبل جريدنج او ستراكشر او وات ايفر, اي حاجه بنيجي نتكلم عنها بنتكلم احنا عاده. بس النهارده لقينا انه جزء كبير قوي من الفيدباك اللي بيجي لنا لما بننزل نتكلم مع مدارس ونتكلم مع educators انه ساعات بيبقى فيه زي مش هقول ريزيستنس بمعنى ريزيستنس ان حد مش متقبل الفكره قد ما هي هم عايزين حد زيهم يكلمهم. ف سام تايمز بيرنتس عايزين يسمعوا من بيرنتس او ليه الامور محتاجين يسمعوا من ولي امر زيهم ويكلمهم ويفهمهم ليه ده هيفيدهم او ليه ده فور اكزامبل صعب ولا سهل. اسئله بتيجي في بال كل حد, طيب السوبرفايزر او الحد المشرف اللي بيعمل اشراف على ناس كتير قوي مدرسين كتير جدا, طب اشرف ازاي؟ طب هل ده هيساعدني ولا لا انا مش هلحق اعمل حاجه؟ هل اصلا هفهمه؟ فاسئله من دي كتير جدا بتجي لنا من المدارس واحنا مش بنبقى حاسين ان احنا احسن حد يرد عليها. احنا we love to hear today from real users. فعلا يعني شرفنا ان احنا نكون معانا head of department مشرف مدرس الكل الاكترز اكشلي ادمنستريتور او اي ليرنينج, خلينا نقول الاي ليرنينج ديبارتمنت كله مش ادمنستريتور, اي ليرنينج ديبارتمنت كله موجود معانا النهارده ولي امر واثنين طلاب جمال شايفاهم قدامي في كمان في ديفرنت ايجز, فدي حاجه جميله قوي. وهيكونوا بيحكوا لكم كل حاجه عن ازاي احنا النهارده حابين نتكلم في التعلم الالكتروني او في ان احنا نعدي مرحله بقى التراديشنال بيبر بيزد اديوكيشن ونروح ناحيه الاي ليرنينج وازاي نقدر نستفيد منه. مس سهى, مس يمنى, مس ياسمين, مس هبه, يوسف وادهم شرفتونا من اكثر من مدرسه من مدارس قوميه and liberty and they are يعني some of the best schools في الكسندريا طبعا. بجد شرفتونا النهارده وبنرحب بكم. Thank you دكتور خديجه بجد, يعني احنا it's all our pleasure والله. Thank you. It's our pleasure. Thank you جدا يا يوسف وأدهم, كلكم حابين بقى نبدأ ويلا عشان خاطر نسمع منهم يا مستر وائل. اوكي بس هو أدهم بس مش بيتكلم عربي كويس, فلو ينفع يتكلم بالانجلش وانا ممكن اترجم لو حضرتك حابه. Tell them about your experience. خلاص أدهم, when it's your turn I would ask you in English, but that's fine. Thank you. احنا we'll start taking turns كده. مستر وائل go ahead please. طيب هو انا كنت عايز نبتدي القصه كده بتهالي نبتديها from an administrative side. ياسمين as an LMS administrator, تمام؟ احكي لنا كده your journey with learning platforms. ازاي learning platform in general بتساعدك
في انك تعملي شغل. يعني how different is it using a learning platform او platform عامة in general عن ان انا بعمل شغلي manually؟ is it different ولا لا وبتساعدنا ازاي؟ طيب مبدئيا انا هحكي لك الستوري بتاعتنا كلنا كتيتشرز كادمنز ككل في ان احنا to deal with حاجة بالكمبيوتر من قبل البانديميك. احنا اصلا we weren't prepared for online stuff واحنا we had to be dealing with such stuff من بعد البانديميك. اول ما جاء موضوع سكوليرا طبعا هو قابل مننا بصراحة resilience او resistance كبير, بس كل ما بنبدأ نشتغل ونتعمق في الموضوع ونستخدمه ونجرب فيتشرز أكتر وأكتر بقينا فعلاً مش قادرين نستغنى عنه أكتر وأكتر, لدرجة إن إحنا مثلاً ابتدينا فيه في الأمريكان ديبارتمنت وبعدين لقوا قد إيه هو ناجح, ابتدينا ندخله في الاي جي ديبارتمنت, لقوا قد إيه هو ناجح ابتدينا ندخله في الناشنال ديبارتمنت. وفعلاً يعني سبحان الله not like I'm يعني أونلاين أو حاجة, بس during the online sessions انا كنت بفكر طب احنا لو ما كانش عندنا بلاتفورم كده كنا عملنا ايه, يعني كنا اتصرفنا ازاي. موضوع المانوال ورك ده كنا خلاص انا كنت واخده عليه, كنت بعمل كل حاجه اصلا مانيولي, ان انا to communicate with teachers عشان اطلع grade books ولا عشان اعمل reports ولا خلاص يعني I got used to that. بس once ان انا I've tried a learning platform a learning system زي Skolera, فطبعا paperwork wise الموضوع بقى less hectic جدا, يعني بالنسبة لي الموضوع بقى مريح جدا, بقى reliable جدا, بتنظم في الوقت جدا. بنتكلم على security برضو wise, إن فكرة إن كل entity concerned في الموضوع whether parent أو student أو teacher عنده logins عنده credentials بتاعته, فكرة إن يبقى في متابعة من ال HODs مع teachers بتوعهم, administrators مع كل teachers, فكرة إن إحنا we can أصلاً ك communication wise بقى إن إحنا دلوقتي عندنا solid professional communication mean, يعني إحنا دلوقتي بنعتمد عليه إن إحنا يبقى حاجة professional, إن إحنا نتواصل مع الأهالي نتواصل مع التيتشرز نتواصل مع الأدمنز مع كل الانتيتيز اللي هم داخلين في الموضوع. يعني فطبعا يعني switching to a learning based system زي كده أو learning management system زي كده definitely way different than in manual system اللي احنا كنا ماشيين عليه زمان. يعني حتى شيء عظيم جدا جدا جدا, حلو ان احنا نسمع منك الكلام ده. اسميها كنت لا حقيقي يعني الكلام ده متسجل لان لا اصل كمان مستر وائل حضر معانا الوركشوبس في الاول وقد ايه لقى التيتشرز طب ده هنعمله امتى طب ده مش عارف ايه, وبعد كده خلاص بقى يعني بيس اوف كيك بقى بالنسبه لنا, واللي هو احنا بنسال بقى يلا ايه اللي هيتحط على سكوليرا وايه اللي هيتعمل وايه فخلاص يعني it's part of our daily life دلوقتي, يعني whether بقى pandemic أو مش pandemic خلاص يعني it's part of our school life دلوقتي. طيب تمام excellent. أنا حابة أتنقل من ناحية دي لناحية دي خالص الإكستريم بقى, عشان عادةً المدرسة زي ما أنت قلتي في وسط كلامك بيبقى أول حد بتكلمه أو يمكن حد مهتم بيه أو البارنت, وده طبيعي هو في الآخر يعني الستيك هولدر عشان ابنه أو بنته. فمس هبة حابة أجي لحضرتك, يمكن في أولياء أمور كتير قوي ما بيشتغلوش على البلاتفورمز, مش عارفين يعني إيه المشاكل أصلاً اللي عندهم, يعني هم مش حاسين, مش هقول لحضرتك بقى إيه المزايا لا العكس, هم أنا النهاردة مبسوط أنا ما عنديش مشاكل. فحضرتك هل كنت بتواجهي أصلاً مشاكل أعزل إن حضرتك وليت أمر في أي مشاكل كنت بتواجهيها مش عارفة تحليها إزاي؟ فبتتكلمي معانا عن البين أريا اللي عند حضرتك. بصي أنا حابة أبدأ الكلام إن أنا أقولك إن أنا سكوليرا kind of saved our lives في وقت معين وقت البانديميك زي ما بس ياسمين ما قالت, لأن إحنا المدرسة أيامها إدتنا الأوبشن إن اللي خايف يبعت ابنه المدرسة يقعد في البيت, فأنا I was very worried ما كنتش عايزة أبعته, وفي نفس الوقت مش عارفة أنا هتابع إزاي. سكوليرا كان الحل, يعني كانت كل حاجة بتتحط على سكوليرا on a daily basis, الهوموركس الكلاسوركس, كنا حتى بناخد الكويزز أونلاين الامتحانات, ما احتجتش ان انا انزل من البيت عشان ولا حتى ان انا اكلم المدرسه عشان اعرف حاجه او افهم حاجه, كانت كل حاجه بالنسبه لي بفتح الابلكيشن او هو حتى هو بنفسه يفتح الابلكيشن كل حاجه موجوده, بنبعت التيتشرز بيردوا علينا, ممكن ابعت للهويفر البرنسيبال ترد عليا, يعني
life was easy. يعني هل فاهم قصدي؟ ما حسيتش ابدا ان سنه الدراسه كانت عبء عليا ولا عليه عشان سكوليرا كان موجود. وحضرتك عارفه طبعا ان دايما في جروب ماميز، فطبعا زي ما حضرتك بتقولي في ماميز بيبقوا مش عارفين، مش واخدين على ان هم يتعاملوا مع الكمبيوتر، مش عارفين يتعاملوا مع الابلكيشنز، بس احنا بقينا بنساعد بعض. طب انا مش لاقي الهوم ورك، لا ادخلي وافتحي ودوسي على ده هتلاقيه. طب انا مش عارفه اعمل ابلود ازاي. وبرضو السهوله ان انا ممكن، انا مش لازم ان انا اطبعه واحله واعمله ابلود تاني، لا انا ممكن احله في ورقه واعمل ابلود ك جي بي اج كسكان حاجه صوره. فالسهوله بتاعته خلت حياتنا كلها اسهل كتير. اوكي، ما بقاش فيه بقى اللي هو نبعت زي زمان على جروب الماميز، طب ابعتي لي الهوم ورك، طب صوري لي الكتاب، طب انا ابني ما راحش النهارده، طب الهوم ورك ايه، كل حاجه موجوده. فمالهاش علاقه، فده كان ميزه سكوليرا بالنسبه لنا بصراحه. فمالهاش علاقه بالبانديميك، عشان انا ده حاجه من الحاجات اللي بتتقال لنا برده كتير قوي. طب ما انتوا كنتوا في وقت البانديميك والكورونا، احنا ما عندناش كورونا دلوقتي. لا خلاص دلوقتي لا خلاص بقى بالظبط بقى اوتوماتيك لايف ستايل بالظبط. اوكي اوكي، يعني الفوائد دي مالهاش علاقه بان احنا اونلاين بس، احنا لا 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 خالص. لو اقول لحضرتك احنا كنا بنصور لبعض الكتب قد ايه، ولا بنصور الهوم ورك قد ايه، ولا استني انا في النادي، لا انا هاجي لا اصور لك، دلوقتي كل حاجه موجوده. اوكي، فلا فعلا فرق، وزي ما مستثمرين بتقول بقى لايف ستايل خلاص. اوكي ثانك يو سو ماتش مستر في يا رب الناس دلوقتي متابعه اولياء الامور بالذات سمعوا المعلومه دي عشان فعلا يطمنوا. هم بيبقوا زي ما انت قلتي في وسط كلامك خايفين، فعلا في خوف. انا يعني عادي جدا، في ستات بيوت بسيطه، مش لازم تكون تك اكسبيرت خالص، وعايزه تتاكد ان هي هتعرف تتابع ولادها. فاحنا بنقول ان الموضوع سهل ازاي، فانا حابه ان سيبه اتكلمت على الحته دي عشان هي مهمه جدا. احنا ما ينفعش خالص يكون عندنا حد مهم اجنورد او مش يعني مش مركزين عليه. فحته ان يكون في موبايل اب لولي الامر دي من اهم الحاجات عشان تابعوا شغل ولادهم بسهوله. ميزة سكوليرا كمان ان هو سهل، ان حد لو حد ملوش في كمبيوتر ولسه بيتعلم هو سهل، هو مش كومبليكيت. انا هاخد برضو من كلام ياسمين وشوية يمكن من كلام مسهبة، وهسأل مسهوها كتيتشر بقى from the teacher side. الحتة اللي مس ياسمين قالتها ان كان في resistance في الاول، فهل حضرتك خد من حضرتك مجهود قد ايه، او من زمايلك؟ اكيد طبعا كلكم بتتكلموا مثلا مع بعض as teachers، فخد منكم حسيتوا بمجهود قد ايه، وحسيتوا ان هو هل هو كان فعلا عيب عليكم، ولا بالعكس in time لقيتوا ان هو بسهل عليكم حياتكم؟ بص احنا طبعا I started using السكوليرا 2 years ago ايام الpandemic، طبعا نفس النظام. في الاول انا من الold school، يعني هنستعمل تكنولوجي بقى ومش هنعرف وحاجة وصعب، ونفس الكلام اللي اتقال، كنا مش resistance بس انت خايف something new، فطبعا هتبقى خايف. طيب ابتدينا بصراحة، انتوا حاطين حاجات زي مثلا اي حاجة هتستعملها application، اي حاجة how to form، يعني مثلا لو عايز اعمل quizzes، عايز اعمل اي حاجة، انتوا حاطينها في اليوتيوب، بتبعتولنا على طول، وكنا على طول بنتفرج، فثواني بتلاقينا تعلمنا. حتى إذن اللي ملوش في الكمبيوتر كان سهل جداً إن أنت تدخل وتعلم. حصل development كتير جداً في السيستم بتاعكم من أول ما ابتديتوا، يعني كنتوا دايماً بتسمعوا لآرائنا. يعني let's say طبعاً في الفانداميكس كنا لازم بنعمل online quizzes، كان فيها مشكلة إن ما بيحصلش فيها، ما كناش بنعرف نعمل saving. once ان انت عملت next تيجي ترجع تاني وكل شغلك يروح. غيرت الحاجة دي، شاكرين بصراحة كانت حلوة جدا. خلاص دلوقتي الكويز سهلة، غيرت طريقة الquestions، كان الاول MCQs بس، او دلوقتي لا بقى في open ended questions، بقى في matching، بقى في كل حاجة اقدر ان انا احطها. في كمان model answers، الانسر كي بلاقيها، انا بعمل الانسر كي، يعني التيتشر you don't have to mark all the assignments anymore. لا حلو قوي، انا هعمل بس الموديل انسر وهحطه سكوليرا، هو اوتوماتيكلي بيحصل اوتو كوركشن في الكويزز على طول، بيطلع بدل ما الستودنت يا ميس جبنا كام، يا ميس جبنا كام، يا ميس ورانا، لا لا لا، انت وانس انت يو فينيشد اوريدي ذا كويز، خلاص المارك طلعت، فانت مش مستني بقى لسه. في حاجات كتير في features في سكوليرا، أنا as a teacher and as a coordinator
كانت very very beneficial و helpful لي صراحة. عندك as a coordinator طبعا any teachers بيعمل uploading لأي حاجة. قال لك أنا مثلا أنا عملت upload خلاص، لا بيبان عندي في notification عمل ولا لا، طب أنت you really uploaded ده ولا لا. أي conversation between any teacher and any student بتبان، بعرف أعمل لها access. في طبعا students يقول لك لا إحنا ما قلناش الميس ما قالتش، لا ما وصلناش نوت، لا everything is documented وباين قدامنا وكله جميل. طيب as a teacher بقى ليه حلو؟ أول حاجة عندك حاجة اسمها e-library. ما أقولكش دي كانت تحفة ازاي. ليه بقى؟ أنا مثلاً let's say أنا عندي حاجتي في الفيرست trimester خلاص، فأي uploaded all my files زي PowerPoint presentations بتاعتي، worksheets، أي حاجة عايز أشتغل منها بأبلودد. طب مين اللي هيقدر have a look at الlibrary دي؟ أنا بس، دي حاجة بتاعتي باليوزر بتاعي. حتى even an admins they don't have the right to have a look at my own e-library. تمام؟ طيب ليه بقى؟ رحت المدرسة نسيت الفلاش ميموري، يو شغلي نسيت، وطب هشغل ازاي؟ بدخل بالباسورد على طول بتاعتي من اي كمبيوتر في المدرسة، بداونلود، بفتح دايركتلي، فالحاجة بتظهر على طول على البروجيكتور للستودنتس. فريلي سيف ماي لايف حاجات كتيرة انا بنسى، بتنسى ويوه نسيت اجيب كذا، كل حاجة موجودة اوريدي. كأن كده ايه اي كلاود ده، ولا عارف الحاجات الجديدة اللي ده عندي ستورج كده موجود جميل جدا. بعمل بلانر، البلانر بتاعتي بقى، طب يلا بقى الهول تريمستر والهول يير عندي تايم تيبل البلانر، بقسم جوه، بعمل الويكس. الستودنتس معظم grade 11 and grade 12 عشان I'm teaching يعني انت عارف seniors، معظمهم طبعا بيغيب، اللي عنده تورنمنتس، اللي عنده اي اس تي، اللي عنده اي سي تي، اللي عنده سات، كلهم بيغيبوا. طيب يا مس، لا ده انا بعمل ايفن ساعات ان انا ريكوردنج حاجه لو بنعمل زوم ولا وات ايفر، وبعمل لها ابلود والستودنتس بيتفرجوا عليها وبيابلودوا كل الباوربوينت برزنتيشنز، they upload everything. فده helping students كتير. فأنا بصراحة الاكسبيرينس بتاعتي مع سكوليرا كنت يعني فعلا فعلا يعني enjoying it so much بجد. ده يعني اهم حاجة ان احنا نسمع حاجة من كده من حد بيعترف انه old school، فيعني دي قدرنا نغير حضرتك to new school. اضحك عليك. لا يعني ده عظيم جدا. لا طبعا عظيم جدا. طب انا هاخد بقى من اخر كلام من كلام حضرتك كده وتموف للستودنتس، ان نبتدي بادهم is younger. ادهم can you tell us about how Skolera helped you, what is something that you find the most useful in Skolera? هو أدهم إن هو بيقول إن هو سهل بالنسبة له إن هو يشوف الهومركس بتاعته برضو، مش لازم إن أنا أتدخل وإن أنا لأقول له الهومورك هو اللي أعمل ده كذا، هو خلاص أدهم ادخل افتح سكوليرا. وبعد الميزة بقى إن أنا بعرف أراقب as a parent إن الحاجات عملت ولا لأ. فهو بالنسبة له برضو أجان اللي هو مش لازم يقعد يدور على الحاجة، مش لازم لو نسي الكراسة بتاعته، أو زي ما مسوها ما بتقول برضو it's like a storage، ان انا نسيت الكتاب في البيت في السكول ولا الكراسه بتاعتي في السكول، مش مشكله ادخل هتلاقي سكوليرا هلاقي الحاجه وهعملها. وبرده فكره ان الاونلاين كويزز بالنسبه له في البيت برده كانت فكره كويسه جدا، ان برده مش لازم ننزل ونروح المدرسه، فاحنا قاعدين مع انتخين في الاوضه بنعمل اللي احنا عايزينه وبناخد الكويز برده ناخد الكويز برده. بس المشكله في الواتساب، الواتساب الكويز بيتغش على طول حقيقي بالظبط كده. يلا نجري الكاميرز اون بقى. ايوه نعمل ايه كاميرز؟ والله ما فيش فايده من تحت الكاميرا. ما مفيش فايده لا اونلاين ولا فصل. والله ما فيش فايده. طب يوسف نسمع منك انت. يوسف سوري لا اتفضل. بالنسبة لك أنت يوسف، إيه الحاجة اللي أنت حسيت إن هي was most helpful ليك في سكوليرا as an older بقى يعني different age group كده، فنسمع منك تفضل. أنا حسيت مثلاً إن grading الأوتو grading الكويزز كان سريع، يعني كنت أول ما عم سميت للكويز بعرف الدرجة، فما بضلش مثلاً أتوتر على الدرجة،
وفي نفس الوقت مثلا لو قبل الاكزامز وفي حصه عايز اسمعها ممكن اشوف الريكورد بتاع الاونلاين، او اعرف مثلا الاساينمنتس او الكويزز اللي جايه الشادول اساينمنتس كده. طب يوسف عندي سؤال في الحته دي، يوسف انت حاسس ان انت بعد ما استخدمته فتره معينه، عشان زي ما اتكلمنا على فكره على اولياء الامور، ساعات الطلبه نفسهم لو سنهم مش كبير يعني برضو خلينا نقول حسب الديفرنت ايج جروب ممكن يستصعبوا، فانت حاسس ان انت فهمته بسرعه او ممكن النهارده تبقى كونفيدنت انف ان انت تساعد اصحابك او تساعد الطلبه الثانيه، او انت اصلا شايف ايه؟ شايف ان اصحابك عارفين يستخدموه وانت كمان، ولا هو صعب؟ لا في الاول كنا لسه بناخد عليه شويه، بس بعد كده لقيته سهل، ومثلا حتى لو حد ما كانش عارف يعمل حاجه كنت انا اصلا مساعده. اوكي كان يو ار ان امباسادور يعني ولادي بتساعد. yes. طيب دي حلوه قوي، ويعني موضوع الانسرز دي فعلا اتقالت لنا مره يوسف، موضوع الكويزز دي وان هم مش بس يشوف الدايركت جريدنج على طول، كمان كانوا بيبقوا نفسهم يشوفوا بطريقه سهله المودل انسر، المودل انسر بالظبط، او الكي انسر، او المودل انسر من التيتشر، ولا من غير بقى اروح اطلب من المدرسه بتاعتي انا جبت درجه كذا، هو ليه انت منقصاني؟ الكلام ده كله انا قدامي الحل قدامي اجابتي، هي الاثنين بيظهروا جنب بعض وانا اقعد اقارن بقى. ف يعني فعلا متفقه جدا مع كلامك، وحابه اروح لحد من الناس المهمه جدا في حياتنا، ما ينفعش نعيش من حد من غير الناس اللي بتسوبرفايز المشرفين. فمسيومنا حضرتك بما ان مشرفه على الناحيتين، فاحنا كده بنتكلم على مدرسين وطلبه، وحضرتك التايتل بتاعك المشرف اللي بيشوف الاثنين دول، كنت شايفه ازاي قادره تاوفر سي حاجه زي دي؟ خلينا نقول شبه ما مس ياسمين اتكلمت versus يعني traditional way ان حضرتك في المدرسه عايزه تتابعي شغل الطلبه والمدرسين، versus حضرتك تستخدمي e-learning يعني system او platform وعايزه برضو تتابعي منه شغل المدرسين والطلبه اللي مع حضرتك في classes. هو let's begin طبعا زي ما ميس ياسمين وزي ميس سهى وزي ميس هبه ما كله قال، ان طبعا تجربه سكولارا دي was met with resistance. يعني ريزيستنس جامده جدا، وانا كنت قاعده هو لازمته ايه؟ يعني ايه لازمته؟ انا مش شايفه ايه يعني why is that important؟ ما بنعمل مانيولي واسهل و I can meet with the teachers وخلاص، يعني ايه الفايده؟ until فعلا ما دخلنا في حته البانديميك كورونا، ودي كانت الستارت اكشلي، مش كان بسبب الكورونا بس، دي كانت الستارت ان احنا اكشلي كنا one of the schools بسبب سكولارا وبسبب التريننج بتاع سكولارا we were well prepared ان احنا to يعني face موضوع الكورونا ده في الادوكيشن، وان الولاد انا عارفة ادرس حياتي ما وقفتش، ومش عارفة ان انا especially ان انا HOD كنت وتيتشر في نفس الوقت، فانا عارفة ادرس، عارفة اتابع teachers، عارفة اتابع students through سكولارا، الدنيا ما وقفتش لا الى حد كبير كاننا نورمال ات سكول بالظبط. اوكي بعدها بعد البانديميك ما خلص انا المعمليه بقى ابتديت فعلا زي ما ميس ياسمين قالت became a lifestyle. يعني انا مثلا as an HOD instead of chasing teachers around يا جماعه انتوا فين، اصل انا مش موجوده، اصل انا رحت كذا، اصل ما she's not available now، اصل instead of كمان حد يقول لي انا عملت وهي ما عملتش ده حصل I did وده ما حصلش، ف it became very easy ان انا وانا قاعدة حتى at home login سكولارا click على each teacher اشوف منها lesson plans بتاعتها، did she post the homework ولا لا، did she post the classwork ولا لا، حتى did she grade them ولا لا، ال messages ما بينها وما بين الستودنت. انا ساعات بيجي لي as an HOD مثلا complain من student مثلا دي ما حصلتش، دي مثلا انا عملت posting للهومورك والله وانا المس مدياني زيرو، فهو ببساطه جدا انا I can log in وتشيك كل الكلام ده، especially الparents لما بتبقى messages ما بين الteacher والparent بيبقى عندي I can easily keep track of any problem. انتي قلتي له ايه؟ البارنت رد عليكي قال لك ايه؟ طب how did you fix the problem؟ ما بيني وما بين الاداره
المسجز I can follow up with the admin easily. ما بين حتى الستودنتس والتيتشر تيتشر وبارنت حتى ان انا اتابع مستوى الكلاس يعني ممكن تيتشر تقولي ده انا الفصل عندي هايل وكلهم شاطرين جميل انا كازن اتش او دي اي هاف اكسس للكلاس ده للهومورس بتاعته هاو ار ذي دوينج مستواهم واف مثلا في دروب ستودنت اي كان ايزلي تراك الستودنت بروجرس هو الولد ده مثلا كان كويس قوي بعديها حصل دروب هنا ليه ايه اللي حصل الولد ده درجاته يعني كده ازاي او البروجكت بتاعه فين او عمل بروجكت وفين درجته مثلا ففكره التراكنج بتاع الستودنتس او الورك بتاعهم والورك بتاع التيتشرز بقت اسهل كتير جدا جدا وسيمبلي باي كليك وانا قاعده كده كويكلي اقدر اشوف كل واحد كل تيتشر سواء lesson plans, homework, classwork, projects, whatever, students نفسهم. Are they doing their job ولا لا? The progress بتاع الكلاس in general. الكلاس ده عامل ايه? عامل ازاي? ففعلا سهل لي حاجات كتير جدا. ففعلا بقى lifestyle انا مش عارفة استغنى عنه. يعني it proved فعلا ان it's way much better than the old style. يعني مش اه بالظبط يعني انا كل باكد على كلام اجان منكم كلكم انه it's not an added effort يعني كلمه انه المدرسين هو قايلين كلمه لا او سوري المدرسين او اي حد أو اي حد في المدرسه يقول كلمه لا هو انا كفايه قوي اللي انا بعمله وانا لاقي وقت اعمل حاجه زياده فهل فعلا هو وقت زياده ولا هو وقت بتوفريه بعد كده في حاجه ثانيه ابدا ده توفير يعني انا مثلا since I'm a teacher a grade 11 teacher أنا كنت من الناس اللي بيفضلوا جداً الأولد ستايل ورقة وقلم كويزز هومورك كلاس ورك كل حاجة بالورقة والقلم أنا عايز أوريك يا دكتور خديجة تيجي تشوفي الديسك بتاعي بيفور سكوليرا وآفتر سكوليرا لو أقول لك كم البيبر ورك اللي على الديسك رهيب لدرجة الحاجات ساعات ممكن تتوه مني أنا كم البيبر هو ورقته فين هي راحت فين هو الكلاس ورك بتاعه كان فين الهومورك بتاعه كان فين الكويز بتاعه كم بيبر ورك رهيب دلوقتي مع سكولارا انا فعلا انا ليترالي كل حاجه ديجيتال اعمل لي ابلود للهومورك اعمل لي ابلود للكلاس ورك اعمل لي ابلود للبروجكت انا وكل حاجه بقت ايزلي تراكت خلاص الهومورك بتاعك اهو عملته او ما عملتوش موجود واي كان ايزلي ات سيف تايم بدل ما انا عماله ادور والكويز الصائر الهومورك انا مش لاقياه طب الكلاس ورك انا ممكن ما الاقيهوش او اخد وقت بقى في التدوير عليه لا ده كل حاجه قدامي in front of me الولد ممكن كان في ولاد ساعات تستغل الحته دي تقول مس انا عملته واديتهولك وهو اللي عمله ولا اداهولي ولا اي حاجه خالص اقول له دي كانت دلوقتي انا لا تقول لي ولا اقول لك اهو عندك ديدلاين للهومورك او تاسك او وات ايفر ابلود ات معمول له ابلود يو ديد يور جوب مش عامل له ابلود يبقى I'm sorry you did not upload it. ما هو ده بروجرام مش هيضحك علينا يعني. فبقت فعلا يعني it became easier ومش يعني خلاص انا فعلا دلوقتي homeworks, projects, most of the quizzes انا كلها online. خلاص saved me الهاسل بتاع البيبر ورك والورق كتير واحطه فين وده عمل ولا ما عملش وكيبينج تراك اوف مين اللي عمل مين ما عملش طب جاب درجته لا كلها قدامي فطبعا it saved time بالعكس it saved a lot of time clarified ان حضرتك وضحتي ده فعلا للمدرسين اللي بيحضروا معانا دلوقتي عشان هم فعلا ثاني حضرتك للمشرفين حضرتك ومسوها يعني قدمت لنا الناحيتين قدمت لنا المدرسين وقدمت لنا المشرفين ومستر ريال حابه ان انا اتنقل لحضرتك to go forward كان عندك تخيل لكده another step يعني ايه اللي انت حابب تتكلم فيه بعد كده وانا كنت عايز الحقيقه نمسك سايكل كده يعني لو اتكلمنا على تاسك معين انا حابب اعرف اي تاسك سواء let's say assignment او quiz او حاجه زي كده بتبتدي عند مين وبتموف بعد كده لمين وبترفلكت ازاي عند ال different parties انا عايز اعرف من حضراتكم البدايه بتبقى فين يعني لو احنا بنعمل تاسك او اساينمنت مين اللي بيبتديها والسايكل بتاعتها بتروح ايه واعتقد ان احنا وي ويل اند اب بقى بالريبورتنج اللي عليها فمن مين فليتس سي مثلا هسال ميسوها وميس يمنى في الجزئيه دي
لو احنا بنتكلم ان احنا we are preparing a task for the students، هل بيبتدي من عند التيتشر ولا من الاتش او دي ولا احنا الاثنين بنقعد مع بعض ندسكس ات؟ لا طبعا هو اكشلي بيبقى انا بالنسبه لي احنا الاثنين الاول بنقعد مع بعض. يعني مثلا تيتشر بتعمل تاسك معين فبتوريه لي، if it's approved خلاص اعملي ابلود على سكولارا. Once it's uploaded على سكولارا the student is required to do this task. اتعمل التاسك ده خلاص الديت كلوزد، يعني التاسك ده الاساينمنت ده is now يعني كلوزد، ببتدي انا بقى التيتشر to mark this او to grade this task. اتعمل grading، انا بخش بقى بس to check up الستودنتس عاملين ايه. Did they فعلا، انا ك HOD بقى دلوقتي، did they do the task, did they understand it, did the teacher do her job او his job، انه الانفورميشن دي فعلا وصلت للولاد والولاد دلوقتي عارفين يعملوا التاسك ده وعملوه كويس. فده بيديني يعني مؤشر الفصل ده ماشي ازاي، هما فعلا الولاد فاهمه ولا مش فاهمه وثلاث ارباعهم ما عملش التاسك. فهي بتبدا بيا انا والتيتشر، then الستودنت، then التيتشر تاني كجريدنج للتاسك ده، then انا بقى كمتابعه للتاسك ده او الـ يعني الولاد فهموا ما فهموش، وتقييمي لمستوى التيتشر. الولاد حلوه يبقى كده we are going fine، الكلاس ده ماشي كويس. في ناس كتير قوي او ولاد او درجاتهم قليله قوي او الولاد معظمهم مثلا ما عملهوش، لا يبقى we have a problem. ايه هي البروبلم بقى that we need to fix or address؟ اوكي مس سهى، حضرتك بتمشي بنفس النظام عشان انتوا عشان احنا نفس هي نفس النظام برضو، لان نفس الكلام انا كوردينيتور بقعد برضو مع التيتشرز نفس الكلام، وانا تيتشر ماي سيلف، فنفس نفس النظام. بس طبعا بيبقى عندك حاجه ادفانتج ان انت يعني الاساينمنت ممكن الستودنت، في ستودنتس بيبقوا شاطرين ما شاء الله مثلا زي يوسف، انت بتعملي الاساينمنت هو بياخده ما اعرفش ازاي بيعمل اوريدي اندرلايننج او هايلايتنج، وتبقى الحاجه شكلها كده ايه نيت وجميله. في ستودنتس تانيين ما بيبقاش يعني عندهم التولز دي، مش بيعرف. ف I can give them the choice either to hand الاساينمنت هارد كوبي او سوفت كوبي. او ففي انتوا برضو مدينا فرايتيز ان انا الستودنت يقدم الهوم ورك زي ما هو عايز. Okay. حسب التيتشر. ونفس النظام في جريدنج زي ما ميس يومنا قالت نفس الكلام، وبعرف طبعا اتصلح ازاي معمول ازاي، فده كله جميل بصراحه. هي بس في بوينت مش كونسرنينج بقى الاساينمنتس، كونسرنينج البلانر نفسها انت وانت يعني. دي انا ما اعرفش هو مستر وائل كان قال لي قبل كده ان انتوا عملتوا نيو ابلكيشنز، فيمكن السنه دي تكون فعلا اتغيرت. قول لنا طبعا. اقول احنا واحنا بنيجي نعمل planner، تمام؟ فانا I have to plan the weeks. مثلا كتبت the first trimester وراها مثلا week one، فهبتدي اقول مثلا هدي let's say grammar reading skills اي حاجة. okay. once ان انت حطيته على planner، لما بتيجي تعمل في content بقى ودخلت للcontent، انا فجأة مثلا عايزة اكتب حاجة يقول لي لا لازم اروح تاني planner غير وارجع تاني. لو هبقى اوريها لك كده لما تجينا المدرسه ان شاء الله. شوفها اكيد. انا مع حضراتكم زي ما قلت. فنفسي ايه يعني تسهلها شويه علينا. ريتريننج على النيو فيتشرز مع حضراتكم نيكست ويك ان شاء الله. فيس بليز طبعا. لا احنا حابين احنا نسمع. طيب انا هاخد من الكلام ده ان احنا كده عرفنا ازاي بنكرييت الاساينمنت والكويز، ونروح ليوسف وادهم. يوسف وادهم، هاو دو يو نو ان في عندك اساينمنت او كويز؟ هل التيتشر بيحتاج يبلغكم، ولا how do you find out ان انت عندك assignment او quiz او task عامه ان انت محتاج تعمله؟ الابلكيشن عندي بيديني notification على التليفون. اوكي تمام. فده بيبقى enough بالنسبه لك ان انت بتعرف على طول ان انت عندك حاجه. ادهم the same thing، you get notified about the assignments and quizzes on Skolera. yeah so you follow up. you have the application on your mobile. Yes. So that's you're keeping it. Really have a mobile on the tablet and on the computer. We're surrounded by Skolera everywhere. Alhamdulillah, that's good. I have a question, Adam, for yourself. وعلى كده هخلينا احنا نترجمه بالعربي لل. Okay. بس Adam, can your mother solve the quizzes instead of you, on your behalf? Can she enter or use her account on Skolera and solve the quiz?
No. So you cannot do that. So you only solve the quiz by yourself. Yes. Okay. أنا بس كنت بتأكد عشان إحنا كان ساعات برضو بنسمع الجملة دي من ناس يعني من أهالي من for example المدرسين يقولون لنا إنه ولي الأمر أنتوا مدين له القدرة إنه هو يحل إحنا actually لا إحنا لا يمكن نعمل كده إحنا ولي الأمر الأكسس بتقعوا مثل بقى حضرتك طبعا تفضلي تتكلمي لو عايزة تتكلمي في الحتة دي أكيد لا أنا فعلا ما عنديش أكسس خالص أنا يعني أنا أخري من البيرنت أكاونت إن أنا أشوف يعني بتفرج بشوفه بيعمل إيه لكن ما أقدرش إن أنا أعمل له أي حاجة فهي الولي الأمر مهمته هي مساعدة ابنه سوبرفيجن مساعدة متابعة أعرف هو ناقص في درجة كذا أقول له أخلي بالي حتى من التايم لاين بتاعه أو التايم تيبل الحاجات دي كلها لكن ممنوع عندنا في أي حاجة إن الولي الأمر يدخل على post for example يكتب حاجة يكتب واجب يكتب هذا مهم قوي إنه ينفعش أصلاً ده يحصل حرك كنت بتكمل السايكل لسه أنا عارفة إن أنت كنت في الاستيل آه كنت أكلم أنا كنت عايز أعرف بقى البارنت برضو بنعرف إزاي إن إحنا هل بنعرف وبنتابع الولاد إيه kind of notifications اللي بتجيلنا yes. إن عندهم assignment وعندهم quiز ولما حلوه برضو بيجي لحضرتك notification بتتابعي وبتابع برضو إن هو زي ما قالوا grading يعني خلاص بيبان عنده خلاص الجريدنج فانا بشوف انا عرفت ان في اساينمنت بدخل اشوف الجريد ايه تمام حضرتك تقدري تتواصلي مع المدرسين مثلا لو عجبك لو say for example لقيت ان الدرجه مش منطقيه بالنسبه لابنك او لا ده هو حل كويس والدرجه دي doesn't seem right يعني بتعملي ايه ايه الطريقه اللي بتتواصلي بيها مع المدرسه هو ده حصل فعلا وانا يعني عندي كمان بنت اختي عندها يعني نفس الفكره ان هي في المانيا وبتتواصل مع المدرسه through سكوليرا Okay. احنا الاثنين عندنا حصل معنا نفس المشكله حصل جريد احنا ما كناش فاهمين ليه فبعتنا للتيتشر فعلا اللي هو احنا عايزين نفهم ليه حصل الجريد ده وترد علينا وشرح لنا وفهمنا ويعني فكره التواصل نفسها بقت اسهل بكتير قوي بدل ان انا لازم يا اما اخد اجازه من شغلي او اذن او ان انا لازم انزل اروح المدرسه عشان اقابل المدرسه يعني ممكن ابعت لها مسج وهترد عليا على طول وزي ما سيومنا ما قالت في حد متابع ان لو ما تردش عليا they will make sure ان حد هيرد عليا بالظبط كده انا يمكن بس اوضح حاجه بسيطه في الحته دي عشان زي ما مصطفى قالت انا مش بقول كده عشان احنا اونلاين خالص بس عشان فعلا ده اللي احنا نفسنا طول عمرنا فيه انه اي ريكومنديشنز تيجي من اليوزرز اللي بيشتغلوا معانا احنا بنعتبرهم او البارتنرز زي ما هم كلهم عارفين معانا من سنين فاي حاجه بيقولوها لنا انه دي ناقصه دي مهمه دي مطلوبه لانه الفاكت اللي حضرتك بتقوليها مثلا بالظبط ان احنا ما كانش عندنا ده في الاول انه لما المدرسه تبعت او سوري بارنت يبعت المسج كان المسج بتروح ما بين الاثنين بس المدرس والولي الامر بعد كده بقى بيظهر انه في مشاكل كتير بتحصل عشان ما فيش حد بيتراك اللي بيحصل ده فالطلب مننا واحنا يعني ريسبوندد انه لا بالظبط لازم اكنه سي سي كده في الايميل انت عندك محطوط المدرس المشرف بتاع المدرس ده مش اي حد طبعا يتحط يعني بس المدرس المشرف بتاعه ولو في ادمنستريتور كمان اسوشيتد فاي حد مهم في الشجره دي لازم يتضاف في الثريد عشان يبقى متابع فعلا ويتدخل لو في يعني حاجه للتدخل اوكي طيب عندي بس برضو معلش اقول لك حاجه طبعا طبعا انا مسهل جدا عليا في موضوع الفاينل يعني الفاينل جريدز لما بنيجي نعمل at the end of each trimester او بنطلع results في الاخر ان بقى ما فيش اكسل وكده انت ما شاء الله بتحطي الدرجه بيطلع لك الجريد بالاي والبي والسي وكله تمام بس في حاجه صغنونه بقى في عندكم اي كده فوق لازم التيتشر تو هايد دي اي والابسنت مايند التيتشرز يعني نعمل ايه طب ادونا مثلا نوتيفيكيشن خلي بالكم انت الاي مفتوحه والستودنت هيشوفوا الريزلت دي عايزين مثلا ايه انذار كده ولا حاجه عشان ساعات كتير تيتشرز بينسوا تو هايد الاي فوق وفجاه تلاقي ان الريزلتس حبه ستودنتس شافوها يلا بقى اتقلبت الدنيا فلو عرفتوا تعملوا حاجه كده الارم ولا حاجه خلي بالكم الاي لسه مفتوحه الستودنتس والسي يعني تبقى حاجه لذيذه يعني We are taking notes والله لا لا خدناها انت كنت بتدرس انا شايفه يوسف ابتدى يضحك على اساس ان هو طالب كده هنبدا نحجب عنه موضوع الدرجات لا ويوسف ما شاء الله ده مره عمل حاجه لذيذه جدا كنا في الاول برضو ما احنا مش عارفين نعمل الكويزز وكده فانت لازم بتحضري التايم الكويز يبقى مفتوح من كذا لكذا
how honest really he is بصراحة actually. مش سوا خلي بالك انت عاملة كويز من 10 a.m. ل 10 p.m. إذا بجد إيش؟ قال لي هو فتح الصبح خلي بالك ما فتحش طلعت جاري تو إيه تو أدجست ما إحنا في الأول بقى أنا بقول لك أولد فاشن ما نعرفش إحنا بنتفاجئ يعني بنجتهد فبرضه والله الستودنتس بيساعدونا كانوا يعني لأنهم طبعا هم أكتر فاميليال بالتكنولوجي فهم كمان كانوا بيساعدوا معانا شكرا ان انت عملت كده طبعا فيعني بجد موضوع اونستي ده جميل هي الديوريشن على فكره والديدلاينز دي فعلا كانت في العيد دي كل الناس بتلخبط كده في الاول احنا كنا بنقول لهم ديدلاين حاجه والديوريشن حاجه فلا طبيعي جدا اصلا لحد ما الواحد يتعود على البلاتفورم ان هو ياخد شويه وقت اي ثينك مستر احنا عايزين نرجع لياسمين هي هنند اب بقى خاصه ان احنا ابتدينا نتكلم شويه على حته الريبورتنج بقى بتاع الكلام ده يس مس ياسمين الميكروفون معاكي بقى لان انا عارف موضوع الريبورتنج ده لا انا في موضوع الريبورتنج اشتغلنا في حاجات من الريبورتس دي كتير قوي مع بعض طبعا طبعا لا اولا طبعا انا يعني اي شكل من اي اشكال ريبورتس انا بحتاجها بصراحه بتطلع سواء الريبورتات بتاعه كل الربع سنويه او اللي هي للداتا اناليسيس احنا زمان كنت بضطر الف على مدرس عشان يبعت لي الاكسل شيت بتاعته بالدرجات عشان افرغها عندي في قاعده البيانات عشان في الاخر تطلع لي شهادات دلوقتي طبعا بكليك اوف ماوس كده انا بيطلع كل حاجه عندي طبعا على السيستم اسهل بكتير وطبعا يبقى معتمد عليها اكتر وعارفه ان هي محسوبه من النظام نفسه اكتر من يعني اجتهادات شخصيه ان حد يحسب او كده فدي طبعا بتبقى طالعه دقيقه اكتر غير الجرافات اللي بتطلع معاها بيبقى طالبين رسم بياني لمستوى الطلبه ومستوى الفصل ولكل ماده تطلع في الشهاده فدي طبعا امكانيات انا شايفه ان يعني لو اتعملت بالايد او على الورق او برامج بدائيه اكيد مش هتبقى زي برضو كفاءه سكوليرا يعني او ليرنينج مانجمنت سيستم زي سكوليرا يعني واحنا انا عايز I take this chance برضو to thank you Ms. Yasmin personally لان في لا والله ده انا اللي بجد I need to thank you لان الريبورتس فعلا حضرتك اقترحتيها علينا وفعلا لما اتعملت او عرضناها على بقيه على مدارس ثانيه كانت it was very useful for the board طب كويس يعني الحمد لله فاحنا بنحب ان احنا نسمع منكم دايما الريكوست دي yes, لان هي دي اللي بتساعدنا فعلا ان احنا to improve انا عايزه اخد يمكن بارتس سنه يعني مختلف عن التراك بتاعنا وهبدا اخد شويه من الاسئله اللي بتتكتب عشان لو حد من الاودينس بس وقته عشان هم اللي عارفين مننا الوقت عاده ساعه فخلينا نجاوب شويه اسئله لو في وقت نرجع تاني والاسئله المره دي انا هدايركت للي هيجاوبها من الاودينس يعني من الاور سبيكرز احنا مش هنرد عليها unless هي ليها علاقه قوي ببرودكت او تايم لاين او برودكت نيو فيتشرز لكن لو هي متخصصه في ازاي نعمل حاجه معينه هخلي السبيكرز هم اللي يجاوبوا فخلينا نبدا الاول خالص انا الدكتوره خديجه بس هعطي حضرتك ثانيه ان احنا نفكر اور اتنديز لو حد عنده اي كويستشنز تو رايت ذم ان ذا كيو ان اي واحنا هنادرس الكويستشنز دي وهنجاوب طبعا انا فعلا ماشيه دلوقتي على الكيو ان اي بالترتيب فاول سؤال من ايه طيب للمدرسين فاحنا خلينا في اثنين سؤالين مدرسين هبدا مس يمنى ومس سهى سوري هبدا بمس يمنى طيب الاول as a teacher هي السؤال مكتوب بالانجلش فخلينا نقوله بالانجلش وهو مكتوب وبعد كده هنترجمه يعني او نتكلم عادي بالعربي as a teacher how can I control and manage my classroom by using Skolera هو حد عايز يعرف هو بيقدر يكونترول الكلاس روم ازاي باستخدام Skolera تهيألي control دي كلمه جنرال فحضرتك ممكن تقول لهم first of all ممكن كنترول اولا انتوا عاملين فيتشر جميله قوي اللي كان لينك تو زوم ده مبدئيا if I'm having an online class, I can easily ask all the students to turn on their cameras. I can see who's attending or not. وفي الآخر خالص بيديني when I post the link so that they can join through Skolera, هو في الآخر بيديني Skolera attendance. Who attended the class and who did not. فأنا بيبقى عندي حاجتين إن أنا I can see students, I can tell them to turn on the camera, where I can see them, then it's linked to Zoom. وفي الآخر خالص أنا في attendance. هو Zoom يعني أو Skolera بيطلع لي في الآخر مثلا 13 out of 15 حضروا attended. فبيبقى في attendance sheet. Inside the class, I can ask them easily to open up the to turn on their cameras. طيب
حلو قوي. اوكي متشكره مس يمنى على ده. مس سهى اجي حضرتك على السؤال الثاني وقولي لي لو متخيله ان احنا فاهمين السؤال، عشان انا عايز اتاكد بس انا فاهمه صح. ممكن اعرف طريقه التعامل مع الكويزز من قبل التيتشرز بدون تسريب؟ فمتهيألي التسريب هنا مقصود بيه انه يتسرب من المدرسه بقى، مش ان هو يغشه، هو يتسرب يعني. هل ينفع اسكولار بتحمي من موضوع ان هم يتسربوا؟ فهل حضرتك عندك اجابه؟ واحنا كمان ممكن نتكلم مع حضرتك. Nobody has access لماي اكونت مع حد غير طبعا الكوردينيتور والادمنستريشن. ف concerning the quizzes ما حدش هيقدر يدخل من any other teacher يشوف الكويز اللي انا عاملاه، مستحيل يعني، مستحيل. ولا students as well عمرهم ما بيحصل، لا عمر يعني ما انا عملنا كويز، لا لا لا. هي الحاجه الوحيده طبعا اللي زي ما انا قلتها اي نوتست ان الولاد بيحلوا مع بعض بالواتساب، ده حاجه خارج سكوليرا، عشان اماذر كمان ولادي كانوا في جريد 12 كنت بشوفهم وهما بيستخدموا سكوليرا ما شاء الله، بيفتحوا تشات مع بعض ويلا نحل الكويز دي، طبعا اوتسايد خالص سكوليرا. اوكي بس مش هيتسرب من البلاتفورم نفسه، عشان حضرتك الاكسس بتاعك محفوظ وما فيش حد محفوظ. انا ليا اكونت وليا يوزر الباسورد بتاعتي، غير ما مستحيل يعني. اوكي طيب انا قبل ما نجو تو ذا نيكست كويستشن كده، انا عايز اسال اخد راي حضراتكم بقى as teachers وأس ستودنتس برضو في الحته ديت. ازاي ممكن نحل الحته دي؟ يعني هل لو اتعمل ان الكويزز تبقى في فاريبل كويزز، ان كل ستودنت يطلع له كويز مختلف شويه بس ايكوال سترينث او ايكوال ويتس، متساويه في قوتها، متساويه في عدد الاسئله، متساويه في وزنها، بس يبقى الاسئله اللي عند كل ستودنت او كل طالب مختلفه عن التاني، هل ده توقف الموضوع ده؟ لا غير الشافلينج، ان الاسئله تبقى كومبليتلي ديفرنت. الشافلينج موجود، الشافلينج بتاع الانسرز ده موجود، والراندومايزنج للكويستشنز كمان موجود، ان انا اغير ترتيب الاسئله وكده. بس اللي احنا بنفكر فيه فعلا، ودي حاجه اتس اون اور رود ماب، بس كنا عايزين ناخد بقى فكره، يعني فرصه ان احنا مع حضراتكم ناخد الفيدباك بتاعه. لو قلنا ان انا مثلا هجنريت الكويز ده، بيبقى الكويز بيجنريت اوتوماتيكلي لكل ستودنت بيطلع له فيرجن مختلف عن التاني، هل ده يوقف الحته دي؟ مش هيبقى فيه، مش هيبقى فيه، مش هيبقى فيه السؤال، مش هيبقى متكرر. لا خالص، ما هو هيبقى اوتو جريدد. الكويستشن بانك يا مستر ويل، ما هي في كويستشن بانك. احنا انا مش عارف حضراتكم مين اللي هيعمل الكويز، التيتشر اللي هيعمل الكويز، هياخد من الكويستشن بانك اوتوماتيكلي. انا هقول له، انا بفكر ان انا مثلا كتيتشر هقول له انا عايز 10 اسئله في الكويز على التوبيك الفلانيه بقوه كذا، انواع الاسئله اللي انا عايزها كذا، وهو اوتوماتيكلي يجنريت لكل ستودنت امتحان مختلف عن التاني. هي هتبطئ شويه عمليه التسريب، لكن مش هتمنعها. مش هنقدر عليهم، مش كده؟ اصل هو لا، احنا قدرنا عليهم، قدرنا عليهم في حته واحده يا يوسف، قدرنا في حته واحده، هم بيساعدوا بعض، ان احنا خلينا التايم ريستريكت، الكويز كان طويل والتايم قليل، ما بيلحقوش. لو واحد ابتدى يصور ما كانوش بيلحقوا، لدرجه انهم طب مش زودي، طب خليه ده بخمس دقايق اكتر، مش كده يا يوسف؟ طب قول لنا انت يوسف، انتوا كنتوا بتعملوا ايه يا يوسف بقى؟ انتوا ازاي بتعملوا الحكايه دي؟ ازاي بتغش؟ عايزين نعرف الاسرار عشان نعرف نعرف. كنت يعني مش كنت انا بغش الصراحه، كنت بلاحظ صحابي بيكتبوا على الجروب يعني، وكان كان اول ما ابتدى يبقى فيه شافلينج وراندمايزنج، كان هو اصلا كل واحد بيطلع له درجه مختلفه، فهم لاحظوا ده وبطلوا شويه اصلا، لان هم بطلوا شويه فهم مش بالظبط. طيب يوسف، دي او بس يعني دي في موضوع ان هو ان احنا فعلا نعمل جنريت للكويزز، يعني this was something بس to take your opinion، بس احنا فعلا it's an our road on our road map ان شاء الله. بس خلينا عشان في سؤال مهم قوي جاي كده، فيمكن نعمل ولي امر، عشان حاسه ان هو ريليتد قوي ولي الامر. لو ولي الامر بيتكلم مع المدرس، say for example حضرتك عايز تقولي حاجه للمدرس عن ابنك مش عايزاه يشوفها، هل ابنك يقدر ياكسس الحاجه دي ولا لا؟ absolutely not، لان زي ما مسوها ما قالت، انا الاكونت بتاعي بالباسورد بتاعتي غير الاكونت بتاعته بالباسورد بتاعته، مش منفذين على بعض، مش بتدخلوا على بعض، لا لا خالص. اوكي طيب، انا دي جاوبتها لحد اللي سال دلوقتي، وكان في سؤال تاني. دي
probably ياسمين، هل درجات الطلاب أو الطالب على مدار سنوات موجودة فتقدري ترجع لها أو تقدري تعملي منها حاجة over the years graphs أو حاجة؟ طبعاً طبعاً، يعني إحنا كل سنة لما بنستعد للسنة الجديدة بيبقى معايا باك اب لكل حاجة في على السيستم، سواء درجات أو شيتات الدرجات أو الهوموركس اللي اتبعتت أو الكويزز، كل حاجة عملها كل طالب على السيستم بيبقى عندي ليها باك اب. أوكي، فباك اب ده معناه إن هو عند حضرتك تقدري تستخدميه لوحدك، بس هل تقدري تستخدميه عندنا كمان؟ يعني هل تقدري تعملي مثلا مقارنه ما بين درجات السنه دي والسنه اللي فاتت؟ ولو طلبت مثلا فورمز معينه او شيتات معينه تتبعت كاستم ليا انا للمدرسه مثلا لجريد معين او حاجه، بطلبها من الفريق العمل بتاع سكوليرا وبيجيبها لي على طول. اوكي، هو حد كان بيسال على دي، فاي ثينك ده هيبقى بروبلي ادمنستريتور، لان هو بيطلعوا فعلا ريبورتس كتيره وبيبقوا عايزين. بالظبط بالظبط، نعمل كده. اي نوع انا بحتاجه، داتا مثلا بيانات معينه على درجات مواد معينه او بيانات معينه عن اتندنس او بيانات معينه، اي انواع بيانات او اي انواع شهادات، انا ببعت بس كده نموذج بيتعمل، وبصراحه السيستم بيطلع كل الريبورتات اللي انا بحتاجها يعني. اوكي، ثانك يو ياسمين. كان في سؤال، او اكشلي مش سؤال، هو يمكن كومنت على اللي احنا كنا بنتكلم عليه. فعادل بيكومنت ان احنا لو عملنا كويستشن بانك احنا we can generate different models. فthis is exactly احنا ده اللي بنعمله يا عادل. احنا السنه دي بس احنا طلعنا فيتشر يعني جديده اللي هي الكويستشن بانك، كانت اول ستيب ان هم المدرسين هيستخدموها يحطوا الاسئله بتاعتهم، هتوفر عليهم وقت ان هم الاسئله بقت موجوده، مش كل مره يجوا يعملوا امتحان هيروحوا يكتبوها من اول وجديد، فيقدروا مانيولي من يعني زي يختاروا اسئله من الكويستشن بانك ده كل ما يجوا يعملوا امتحان جديد. فدي اتليست هتوفر الوقت، لكن لسه بقى بعديها يبقى زي ما انت بتقول كده ان احنا نطلع ديفرنت مودلز من بنك الاسئله ده. فشكرا يا عادل على الكومنت. وفي سؤال تاني اي ثينك ده ممكن مس يمنى ومس سهى يا ريت تساعدونا فيه، اللي هو بيسالوا على هل سكولير تقدر تريكوجنايز لو في ستودنت عمل بيهيفير كويس، او يعني ابريشيت ان هو عمل بيهيفير كويس او لا. حد عمل بيهيفير كويس على حضرتك مثلا، فهل في اي حاجه في البلاتفورم بن ريكوجنايز فيها البيهيفير ده، ولا هو مجرد ليه علاقه قوي بالاكاديميكس بس مش بالبيهيفير؟ ده سؤال. كان في بس انا للاسف انا لازم اشوف البلاتفورم قدامي، كان فيها حاجه ليها علاقه بال behavior notes student behavior notes. ليها، انا فاكر ان كان فيها behavior notes خاصه بال student. Yes. I can comment or appraise him ان هي يعني he is an excellent student. دي حاجه اللي هي behavior notes. Yes. طيب الاجابه دي هي في موجود ان هو يقدر ال teacher، صح مش سهى حضرتك برده دعم teacher او الادمن؟ اتفضلي دليل مسوح. لا هو انا مش متذكره او ما شفتهاش قوي الفيتشر اللي بتقول عليه مسيومنا، بس يعني لو you want to praise any of the students write a post. هيوصل لكل. اوكي، احنا بالنسبه لنا دي لازم اوريها لحضرتك في التريننج الاسبوع الجاي. طيب، هي البيهيفيرال نوتس كانت تايب اوف يعني نوع من انواع التقارير اللي كنا بنطلبها، ان مثلا يحسب او يطلع لي اول خمسة اول عشرة، وعلى هذا الاساس مثلا من السيستم انا بقى بعمل جوائز شهادات. فدي برضو طريقه من الطرق اللي احنا ممكن نستخدم فيها. انا فاكره ايوه كان في على سكولارا something that has to do with اللي هي البيهيفير اوف ستودنتس. اتفضلي يا سما. كان في سمايلي فيسز، sad face وسمايلي فيس. بالظبط، ايه عشان حضرتك بتسالي، هو فعلا بتبان كده سمايلي فيس او ساد فيس حسب هو عمل حاجه بوزيتيف او حاجه يعني نيجاتيف، او ات نيدز فور اكزامبل انه تيك كير او حاجه كويسه، فموجوده فعلا. وبنقدر نطلع عليها زي ما ياسمين قالت تقارير كمان، هو مين عمل عدد مثلا كبير قوي من البوزيتيف بيهيفير او النيجاتيف بيهيفير تو تيك كير برده من الموضوع ده. فده يمكن معظم الاسئله. يمكن سؤال تاني لسه المره دي احمد، مش مع اي ديد نوت سكيب خالص يا احمد، انا لسه كنت جايه للسؤال بتاعك حالا. فمستر ايه السؤال ده لينا احنا، فلو ممكن حضرتك تجاوبه، ازاي ممكن استخدم سكولارا فور جروب ليرنينج؟ جروب ليرنينج طبعا هي في اكتر من طريقه. احنا في اولا مش بس جروب ليرنينج، هي فكره الكولابوريشن عامه موجوده اكشلي ان ديفرنت وايز. يمكن برضو التيتشرز والاتش او ديز هياكدوا معايا الحته دي، في كولابوريشن ما بين التيتشرز والاتش او ديز. في عندنا حاجه مخصوص اسمها التيتشرز هاب، اللي هو التيتشرز والاتش او ديز بيقدروا يتعاونوا ويتكلموا فيها ويدسكاس فيها
مع بعض. ده من ناحية التيتشرز. من ناحية الستودنتس يس طبعا احنا في عندنا البوست دي بنقدر نفتح منها ان اوبن ديسكشن ما بين التيتشر والستودنتس وما بين الستودنتس وبعض، وكتير من اور تيتشرز بيستخدموها ان هم يطبقوا فكرة الفليبت كلاس روم او الانفرتد كلاس، ان ازاي ان الولاد بيدسكشن من البير ليرنينج كمان في الجزئية ديت. في عندنا مكان تاني كمان للكولابوريشن والكوميونيكيشن، ده موجود جوه الزونز. في الزونز دي بتبقى جروب اكتيفيتيز، فدي دي ممبرز وذ كومن انترست، ممكن يكون اكاديميك او غير اكاديميك، فدي كان ورك توجذر از جروب. تمام، فدي اكتر حاجه يعني دول حاجات موجوده فور ذا كولابوريشن، سواء ما بين الستودنتس وبعض او ما بين التيتشرز كمان والاتش او ديز والديفرنت ستيك هولدرز يعني في الجزئيه دي. في كمان يا مستر وائل يعني على تكملة كلام حضرتك، فعلا يعني أنا كنت من الحاجات اللي مبسوطة يعني ساعات كنا بنعمل في in our classrooms اللي هو group learning أو مش group learning group work. كان من الحاجات اللي أنا بفكر فيها هي إزاي حعملها دي online، عمل group work إن الولاد دي يشتغلوا. أنا فلقيت الفيتشر دي فعلا موجودة when Skolera was linked with Zoom، إن أنا أعمل break rooms breakout rooms بالضبط، إن أنا بقسمهم rooms وأنا since I'm a teacher أنا I can go into each room وأتابعهم وهم they are still working together as a group. okay. ففي breakout rooms دي feature جميلة جدا إن هي even لو حتى online they can still work in groups the students نفسهم I supervise as if I'm in a classroom بالضبط. مستر ويل هاخد معلش كومنت بقى او يعني يمكن سؤال هو اكشلي اتسال دلوقتي على في الكيو ان اي، بس احنا كنا اصلا ناويين نسال ياسمين عليه عشان ده من الحاجات اللي احنا لا يمكن ما ينفعش مدرسه ما تساله الناس. هم بيبقوا شويه سنين المدارس الجديده اللي مش متعوده على بلاتفورمز سبيشال جديده مش عندها حاجه قديمه وعايز تغير الجديده خالص، تبقى قلقانه قوي اللي هو طب ايه ده هما هيدوني بلاتفورم ويجروا ولا ايه اللي هيحصل، انا مش عارف حاجه، انا مش هعرف اعلم التيتشرز عندي، انا مش عارف انا حاجه. فاحنا من وجهه نظرك او من خبرتك انت اجان ايه الطرق، خليني اسالك دايركتلي ايه الطرق اللي انت شايفاها واز افكتيف؟ يعني احنا النهارده مش عايزين نقول ده الستاندرد في الماركت بيقول انه لازم نعمل لايف تشات او تيكتنج سيستم او تبر، انا مش بتكلم على ستاندردز قد ما انا بتكلم على النهارده الكالتشر بتاعتنا في الدول العربيه وفي مور براكتيكال كمان كده. ايه اللي انت شايفه ان هو ينفع ويشتغل مع المدارس از سبورت شانل ليكي حبيتيه او حابه ان هو يكون موجود حتى لو مش موجود؟ هو يعني مبدئياً أول خطوة أصلاً في إن إحنا نبدأ ننفذ موضوع البلاتفورم ده في أي مدرسة، زي ما عملنا كان في ووركشوبس كتير، يعني كان في ووركشوبس مع المدرسين وكذا ووركشوب الحقيقة وتقسموا وكذا مرة، ده غير طبعاً الطرق الرسمية والغير رسمية، يعني مثلاً البريد الإلكتروني لو أنا عايز أتواصل معاكم بالإيميل أو في اللي هي بقى الغير رسمية بالواتساب، وده بصراحة يعني مش هقول مثلاً 24 ساعة، ده يعني لو أي حاجة طلبت فعلاً أو سألت أو استفسرت عن أي حاجة بيبقى الرد سريع ويعني بيتنفذ على طول، وده على مدار السنة يعني على مدار السنين، يعني طول ما احنا بنستخدم الموضوع ده احنا بنقدر نتواصل ونسأل ونعرف وبيتبعت لنا لو في جديد طول الوقت. ده اسهل ياسمين من الايميل عشان لو حد اتكلم اكيد هو اسرع. كنت هقول لك بالظبط في فرق اسرع بروفيشنال، بس هو اصلا واتساب ات واز بالظبط زمان بيرسونال، دلوقتي ات واز اتس بزنس اكتشلي، فالناس بتستخدم دلوقتي للبزنس، عشان كده احنا بنقول ايميلز از فاين، بس ايميلز مش كل الناس بتبص عليها فعلا، ومش هقدر ان انا ارد او ابص لحضرتك على الايميل ممكن ارد كمان ساعه فور اكزامبل، لكن ايميديتلي لو حضرتك مستعجله قوي انا او ممكن اطلب الطلب على الواتساب وابعت مثلا البيانات او ابعت الملفات على الايميل، بس ساعتها بيكون الرد خلاص يعني وصل وبان. كان ساعات بيتقال لنا جمله على طيب انا ينفع مش بس اسالكم سؤال على الواتساب، ينفع انا عندي مشكله وعايزه ادخل دلوقتي معاكم بسرعه احلها. احنا فعلا جالنا وقت ان during the pandemic بالذات، ودلوقتي لحد دلوقتي احنا ما عندناش اي مشكله في ان احنا نعمل كده بقى حتى من غير الكالندر. كنا بنعمل ايه، our support team بنبعت the zoom links كده الاوضه دي احجزوها في اي وقت انتوا عايزينه، فممكن حتى حضرتك لو فجاه عندك مشكله وعايزه مساعده مش لازم حتى تستني وتكلمينا في التليفون وايميل، يلا يا جماعه انا عايز ادخل زوم كول معاكم 10 دقايق بس افهم حته معينه ازاي بعملها، لانه انا شايفه انا درست في الكليه وعارفه يعني ايه حته ان انا
النهارده بعمل حاجه ومستعجله وكميه ضغط عليكم رهيبه، اخلص شغلي في وقته والكلام ده كله، فساعات ببقى محتاجه مجرد 10 دقائق بس، اللي هو اسال الحد اللي ماسك الاي ليرنينج ديبارتمنت، يا جماعه دي بتتعمل ازاي؟ فلو انا مدرس ومش عارف اسال مين، انا بسال حضرتك فور اكزامبل از مس ياسمين اللي هاند سكولير، حضرتك لو عارفه بتجاوبي، لو مش عارفه بتلجئ لنا، واحنا ساعتها ممكن ندخل معاكي كويك زوم كول كده، يلا نشرح يلا نفهم. وفي تيوتوريالز طبعا كتير لكل حاجه، لكل خطوه على سكوليرا اصلا في تيوتوريالز، يعني في شرح وفي فيديوز، فبتبقى سهله جدا، بيسهل جدا على كله بقى، وذر بقى الاهالي او الطلبه او المدرسين. ثانك يو يا مس ياسمين بجد، يعني افتيره. في وان مور كويستشن اي ثينك ان ذا، في وان مور كويستشن كمان في الكيو ان اي حابين نرد عليها. هل درجات الطلاب على مدار سنوات في ارشيف بيها ممكن اني ارجع لها في اي وقت؟ قلناها دي الدرجات موجوده اونلاين. اي ثوت ان انا ما يمكن انا ما خدتش بالي من لا جميل. لا جاوبنا دي، دي ليها دعوه بالريبورتس، وعارفين انا بحب حته الريبورتس دي بالذات قوي يعني. احنا لا احنا كده احنا كده انا ويتنج يعني، بس هو في حد واحد رافع ايده، فانا بس بشوف محمود. مستر محمود بالظبط، انا عشان الانيبلينج يعني انا مش انيبلد في الويبينارز ان احنا تو بوت يو تو توك، فممكن حضرتك تبعت لنا وادري على الشات دلوقتي، بس ابعت لنا اللي حضرتك محتاج تقوله، احنا ديفينتلي هنشير يور اكسبيرينس اكيد مع الاودينس. فالحد ما حضرتك تعمل كده محمود، ممكن اسمع ريماركس كده، فاينل ريماركس، مش عايزين نعطلكم، مش عايزين ناخد وقتكم من وقتكم اكتر من السبيكرز الجمال بتوعنا والناس اللي حاضرين النهارده معانا. فممكن ابدا، انا هبدا بترتيب الشاشه، السكرين عندي مبينه لي مين، فمستوعبه حضرتك ممكن تبداي معانا، قولي لي كده فاينل ريماركس لو حضرتك بس بتكلمي نفس الناس اللي زي حضرتك بالظبط في المدارس، عايزه تقولي لهم يعني مش سكولاره خالص النهارده، التعليم الاي ليرنينج بصراحه بجد جدا جدا كويت بينفيشال، يعني بجد احسن كتير زي ما مس يمنى قالت، instead of using papers وكده كل حاجه موجوده وفي documents وفي كل حاجه باينه، ما حدش هيقدر يضحك علينا ويقول لنا لا وده ضاع وده مش ضاع. فطبعا e-learning لا احسن بكتير حتى even for students، وطبعا it gave me great pleasure meeting you all بصراحه. شكرا جدا لوقتك ولا يعني الجمله دي هي تشجع الناس اكتر. مس هبه اور سمايلينج سويت بيرنت، اتفضلي. انا طبعا بنصح اي بيرنت ان هو يستخدم البلاتفورم وسبيشلي سكوليرا، لانه اولا زي ما قلت هو سهل جدا. عمليه ان انت تراقبي ابنك او بنتك في المدرسه، تعرفي الهومورك اتعملت ولا لا، الجريدز حضر ولا زوغ من الحصه، البيهيفير نوتس، كل الحاجات دي سهله قوي. وانا حتى في الشغل انا بفتح ابص اشوف، وانا في السرير بالليل بفتح اطمن. فالموضوع فعلا يعني احنا العالم كله بقى يعني towards technology، فاحنا ما ينفعش ان احنا في المدارس نفضل واقفين زي ما احنا بنستخدم زي ما هو بيقولوا الورقه والقلم وكده، ونفس السيستم بتاع زمان. لازم نواكب العصر ولازم نواكب اللحظه. فان انا اتعود على كده وابني وهو سن صغير يبقى بالنسبه له ده سهل، ده حاجه يعني كويسه جدا، وفعلا انصح اي بيرنت ان هو يستخدمه. شكرا جدا يا مس هبه. ادهم، do you want to say anything before you leave, any final comments؟ احنا we had يعني والله we are honored يا ادهم to have you. مس يمنى اتفضلي. لا هو actually طبعا it made life much easier، يعني ان انا اعرف اتابع التيتشرز، اتابع ستودنتس، حتى اني كوميونيكيشن ما بين بيرنتس وتيتشرز، ما بيني وما بين ادمنز، كل الكلام ده it made life much easier. والصراحه هو في حاجه يعني فورس، ودي للسكولارا تيم نفسه، في ممكن ديجيتال بلاتفورمز كتير، بس الميزه في سكولارا ان اكشلي يعني، ودي بحق ربنا يعني، ان يو لسن ويو كير. يعني لو انا عندي بروبلم يو لسن تو ات، تيك ات انتو كونسيدريشن، وبيحصل اكشن فعلا بتتحل، مش مجرد احنا سامعينك طب اوكي او هو السيستم كده او لا يعني هنقعد بقى لا استني شويه بقى قبل ما نحلها. لا الصراحه يعني اي سيستم ممكن يبقى فيه مشكله بروبلم، بس هو سكولارا تيم very understanding،
وthey care وthey listen وwork on solving the problem sincerely فعلا وas quick as possible. فدي ميزة كبيرة قوي صراحة في سكولارا تيم. فthank you بجد يعني. Thank you, Miss Yumna. Thank you. مستر رويل انا عارفه ان هو ما بتكلم بس لكن هو اللي تعبان معاكم الصراحه في الحاجات دي ف خليكي بس هو فعلا خالص هو بيحب يسمع منكم مفيش اي حد منهم متعب خالص هو بيجي لا انا كده قلت انا كل يوم بيقول لي عايز دي هو مستر رويل طبعا بيسمع منكم يجي بقى يبدا يتخانق معايا لا هو ترو الصراحه لا 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 ترو يعني كل حاجه احنا بنقولها بتتسمع وبتتاخد انتو كونسيدريشن وفعلا في اكشن بيتعمل ودي ميزه كبيره قوي انا اكشلي يعني انا احنا لازم نشكر حضراتكم على الكومنتس اللي بتجيلنا منكم لان هي دي الوسيله الوحيده اللي احنا بنبقى احسن بيها يعني احنا هدفنا فعلا ان احنا نكون one of the leading educational digital platforms في العالم مش بس في مصر ف without listening to our users والكومنتس اللي بتجيلنا من حضراتكم قد ايه احنا بنستفيد منها حتى there is no way to improve فهو ده الهدف طبعا يس مش عايزه ياسمين الجميله وبعديها بقى هنني من عند انا عند يوسف عشان يوسف سكت وقلقان من اللي هيحصل فيه بعد كده طوبني عند ياسمين اتفضلي لو عندك اي فاينل كومنتس للاودينس اوكي انا طبعا بشجع جميع المدارس بقى سواء اللي اشتغلوا دلوقتي بالبلاتفورمز اللي هي الاي ليرنينج او اللي لسه يعني بجد المفروض ان احنا خلاص بقى ننقل للعالم الرقمي بقى كل يعني بيقول لك خلاص كله مميكن دلوقتي فالمفروض ان احنا خلاص يعني انا بشجع كله ان احنا نستخدم ليرنينج مانجمنت سيستم احنا استخدمنا حاجات كتير قبل سكولارا على فكره فبقول كمان للمدارس اللي already انتقلت للمرحلة دي ان احنا خلاص بقينا نستخدم الكمبيوتر او digital learning ان سكوليرا من افضل الانظمة اللي احنا استخدمناها كمدرستنا احنا وبنعرف قيمتها كل مرة كل ما بنكتشف حاجات فيها اكتر كل ما بنعرف وما بنقدرش نستغنى عنها اكتر واكتر ده غير طبعا يعني الدعم الفني بصراحة يعني أنا يعني مش عايزة أقول يعني أنا بجد 24 ساعة أنا يعني في الأول ما ابتدينا الموضوع كان بالنسبة لنا جديد جدا وكنت بتكلم شخصيا في التليفون بالليل وكان بيترد عليا وكان بيجاوب عليا لغاية لما فعلا قمنا على رجلينا وبقينا الحمد لله يعني تقريبا ملمين بنقول 95% من 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 سكوليرا يعني فطبعا أنا بشكركم جدا وبقول لكم يعني keep it up واستمروا واحنا طبعا معاكم يعني قلبا قالبا وبشكركم جدا والله على المشاركه النهارده شكرا ياسمين يعني فعلا بجد يشرفنا ان احنا نسمع الكلام ده منكم يوسف last but not least اتفضل يا يوسف قول لنا كلام حلو بقى عشان انت خايف عارفه لا عادي ماسكيرا ساعدني كل حاجه يعني مثلا لما كنت بقابل الإكزامز ممكن أنا نسيت مثلاً study sheet في المدرسة بلاقيه على كان في PDF على content وكان بيساعدني في أوقات كتير عشان نسيت حاجة أو لو مثلاً عندي سؤال مهم ممكن أعمل contact with teacher ask Lera بيساعدني لو اتزنقت في أي وقت طب يعني تقول لبقية الطلبة ما يخافوش من using a digital platform وما يلاقوش الموضوع positive يعني لا هو كوليرا الانترفيس بتاعته سهلة تماما طيب يا جماعة الموضوع سهل ف don't think ان هو it's يعني difficult فان شاء الله يكون سهل عليكم معلش انا هاخد من وقتكم اخر دقيقة بس عشان في سؤال واحد جه يعني في الاخر خالص هجاوب استاذة نوها عشان بس اتصل على حاجة مهمة وده فعلا حاجة احنا يعني ما نقدرش ان احنا نتجاهلها خالص استاذة نوها عندها مشكلة انه لو في او يعني مدارس اللي هي زي المدارس الحكوميه كانت افورد يوزينج سكوليرا ومش مشتركه مع سكوليرا ازاي احنا نقدر نساعد طلاب نفسهم او ابناء هذه المدارس في الاستفاده من سكوليرا بشكل فردي خاصه هي بتقول خاصه اني شفت ان انتوا فور اكزامبل بتتعاونوا مع انجينيوس ان هم انجينيوس اوريدي شغالين على البلاتفورم بتاعنا فعندك اي كومنتس او اجابه لدي مستر ريل ولا تحب تجاوب والله هو احنا نتمنى الحقيقه ان احنا نكون قادرين على ان احنا يعني نو بروفايد سيرفيس او ان احنا نقدر نوصل لكل الناس بالشكل ده كان في يمكن اتكلمت مع حضرتك في الحته دي يمكن قبل كده ان احنا ممكن بنفكر ان احنا ممكن نطلع
فيرجن كده عليها كورسز معينه، عليها بعض الشرح، عليها حاجه زي كده لماتيريال مختلفه، وتبقى افيلبل فور فري. فكنا بنفكر فعلا في حاجه زي كده. احنا يمكن مشكلتنا في سكولار ان احنا لما بناخد خطوه لازم بندرسها كويس جدا، ولازم نطلع بحاجه مختلفه وحاجه جديده وقويه. فيمكن ده اللي يمكن واخد مننا وقت شويه، بس يس وي ار طبعا بنحاول في نفس الوقت ان احنا نتواصل مع جهات مختلفه ممكن تسابورت معانا في حاجه زي كده. يعني احنا بنحاول، الفكره مش مرفوضه خالص، بالعكس احنا مرحبين بيها جدا، بس يعني نوصل للجراوندز كده اللي نقدر نقف عليها ونقدر نعمل حاجه زي كده، نحقق حاجه زي كده بشكل كويس. ساعتها حضرتك او من اول الناس اللي تعرف يا استاذه نهى، يعني شرفنا ان احنا اكيد طبعا اكيد طبعا حضرتك، و اخذت كتير قوي من وقتكم، فبجد بجد متشكره جدا ليكم البانلست بتاعنا كلكم والاودينس. يا رب ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بكل الكلام ده، ونشوفكم بقى في another different webinar next month ان شاء الله. اشوفكم على خير كلكم. شكرا لكم جميعا، ومس سهى، مس ياسمين، مس هبة، مس يمنى، يوسف and أدهم، thank you so much. It's been a pleasure بجد ان احنا thank you to meet you كده online، و I hope ان احنا soon ان شاء الله نرجع نتقابل تاني بإذن الله. have a good night everyone. thank you so much. you too. شكرا لكم جميعا to all our audience، ونشوفكم على خير ان شاء الله في الويبينار القادم ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي. سلام.